لا من يوم تعرفي؟ كانت وانا بشتغل بوصل، هي كانت فلاين كارغو و تعرفنا على بعض هناك. اكيد تفتح بالشركة هون، يعني معاهد اسرائيلية هون بلد عادي، يعني انا بكون هون وهي هناك بالكيبوتس تبعها. يعني بدايتها صعبة انه الناس تقنع انه واحد اسرائيلي بده تفتح شركة مع واحد، يعني انك تفتح الشركة برام الله هون يعني تفكر فيها منيح. يعني صعب جدا اول شيء تكون بارتنر هي معك هون في البلد، انه الناس ما عندها ثقه مع الشركات الاسرائيليه اللي موجوده في اسرائيل. الناس ما حتقتنع انه بنت تفتح شركه وتكون لحالها و... يعني بدايتها صعبه بس انه يعني انت فاهم كيف هلا المينتاليتي تاعت اللوجيستكس انه لازم يكون زلمه ولازم يكون وكيل ولازم يكون، فاحنا شوي بنغير البرنسيبل هذا.